بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله نرش المرمه دي بالمسدس الاف 75 الويجما ده. ده البيز كوت اللون. ده الهواء وده الرايه الشمسيه وده اللون. حابب يشوفوا فرش الوان تانية هتلاقي عندكم ان شاء الله في الوصف. ده شكل الشمسية بتاعته كويسة. ويجما مش عارف ايه حرف الار ده معناه مش فاهم. اف 75 كنا عاملين له فيديو تفصيلي فتح الكرتونة ومحتوياته والكلام ده. 1.3 الضغط بتاعه على اللي مكتوب على العلبة هاي بريشر اللي هو الضغط العالي. يعني مش شرط في الغالب هتلاقي مسدسات الضغط العالي دي في الجنب ده تلاقي فتحة واحدة بس من هنا وتلاقي الفتحات بتاعته صغيرة ضيقة عشان الهواء يطلع مضغوط. بصوا ضغط الهواء 1.8 1.7 من عشرة كده. ده البيز يعني ممكن 1.5 كمان. حسب بقى ايه النشرة الفنية بتاعت البوية او المسدس اللي انت شغال بيها. يعني ده اللاكر او الورنيش. ضغط الهواء 2 بار. بسم الله. فلاش تايم كده وننزل بوش تاني. يعني 4 بار. وادي شكل الشمسية. تعال نجرب كده. مش وحشة ودي بردك اختها على فكرة على 4 بار. يعني الشكل مقبول. ضغط هواء عالي. تحس ان دي فيها تجميعة شوية. هي اخرها هنا اهي. هي دي كلها. محتاج عشان يدينا اكيد فونيا ممكن 1.4. مش عارف بصراحة انا ما جربتش موديلاته كلها يعني. ولكن ادينا بنجرب مع بعض اهو. ده كده 2.5 بار. نرش الوش التاني على 2.5 بار كويس قوي. وممكن نرفع 3 على فكرة. بس خلينا 2.5 كويس. او نرفع 3. يعني كده تقريبا 2.7 من 10 او 2.8 من 10 بار تقريبا. بسم الله.
تسلم إليكم يا رجالة. ده تنر مرمات، تنر مرمات او تنر فرن على فكرة، عادي اي حاجة يعني، مش قضية. بس عادي، بس ايه كده شوية. لازقة مقلوبة من على السن بالظبط. ده ردينا الباب وشلنا الورق اللي جوه طبعا عشان مفيش حاجة تطبع. دي عايزة تسيح شوية. دي عايزة تسيح سنة. ممكن نديها سن التلميعة. بعد ما شلنا الورق طبعا ده عايز يتلمع. عايش يا حوش، السلام عليكم. الحمد لله شلنا اللزق اللي هو اللزق المقلوب. الامور الحمد لله تمام. السلام عليكم. طبعا ممكن تطلع شغلنا احسن من كده او اقل من كده معانا او مع غيرنا، مش شرط يعني. بس هي مجرد تجربة يعني للمسدس، ودي انت تختلف التجربة من شخص لشخص، او من خفة ورنيش لخفة ورنيش لطريقة لطريقة وهكذا. اللي حابب بقى يشوف عنه تفاصيل اكتر او حاجة ان شاء الله تلاقوها في التعليقات يعني. بس ما شاء الله كويس يعني بصراحة. بس انا كان من رأيي الورنيشة تتخف سنة، محتاجة تتخف شوية. التنر اكتر كمان كان يفرد يعني. يعني مجرد وجهة نظر كده. بس ياخد بقى الحرارة بتاعته والكلام من ده. و اللي عنده اضافه اي استفسار في التعليقات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
ده كده بعد عملية الكومباوند. عايز بقى قطنة بولش والسفنجة السوداء، الأسود ده بالأخص بيكون ليه معاملة خاصة يعني. في حاجات خدناها بالصنفرة 2500 كده. السلام عليكم. السلام عليكم.